تاريخية عن التراويح، عن وضع التراويح. جميل. أولا الاسم في حد ذات التراويح هو مبتدع. مبتدع؟ لا، ليس هناك في الإسلام ما يسمى تراويح. ما في، لا في زمن الرسول ولا في زمن أبو بكر ولا في زمن عمر نفسه. نعم. العملية اسمها قيام الليل يعني؟ بالضبط. جميل. العملية أن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حث على قيام الليل، التهجد وقيام الليل وصلاة الليل وقرآن الفجر، كل هذه أشياء يعني معروفة للمسلمين جميعا. جميل. نعم. وخص رمضان بالقيام. جميل. فجاء عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أراد أن يترجم ما أمر به المسلمين بالقيام وسد المئزر، وجاء على طرف من بيته. جميل. في المسجد، طرف من بيته. طيب هو بيته. نعم. المسجد. خرج المسجد. نعم. إلى المنطقة الأولى. نعم. هذا وبدأ يصلي. جميل. فالصحابة في ذلك الزمان وهو رسول الله شافوه يصلي، وما أجمل أن تصلي خلف رسول الله. صحيح. فكلهم توافدوا للصلاة خلف رسول، خلف رسول الله. أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، عندما جاء الرابع اختفى الرسول عنهم تماما. نعم. معناته إيه؟ خشي أن تفرض. معناته خشي أن تفرض، كما قال وكما كانت قالت ستنا عائشة أيضا عنه. إذن العملية لو كانت سنة، نعم، أو كان يريدها أن تفرض لاستمر فيها. يعني حتى ما ترى أنها سنة ولا هي معتدى، لأنه ولا لأنه سنة، لأنه المسنون هو القيام. نعم. يعني نحن دخلنا شعبان في رمضان، دخلنا التراويح في القيام. نعم. نعم. فإذا سيدنا عمر في عهده رأى المسلمين يجوا من السوق بعد صلاة، بعد ما يصلوا العشاء ويصلي قبل ما يروحوا لبيوتهم، يتجمعوا خمسة هنا، عشرة هنا، عشرة هنا، واحد فرد حاله يصلوا. فارتأى عليه رضوان رضي الله عنه أن يجمعهم على إمام واحد، وقالوا له بدعة. قال لهم استنى علي. نعم. أنا جايك في الكرة. طيب أنا آسف. أنا ما أتكلم إلا عن حقائق. طيب أنا آسف. وأجيب الأدلة كعين الشمس. جميل. والأوضح. جميل. فجاء عمر وجمعهم، غاب عنهم فترة من الأيام، وجاء مع أحد الصحابة إلى المسجد ووجدهم يصلون، فقال للصحابي الذي معه نعم البدعة هذه. نعم البدعة. عمر نفسه سماها بدعة. بدعة. قالوا له بدعة. قال نعم البدعة هذه. نعم البدعة هذه. تمام. نعم. هذا كلام سيدنا عمر. نعم. غاب عنهم أياما. نعم. ثم عاد ورآهم يصلون، وقال للصحابي الذي معه انظر نعم البدعة هذه، ولكن خذ كلمة ولكن الذي ينامون عنها أفضل منها. بين هذه اللي ينامون عنها، عيد العبارة عشان اللي هي القيام. نعم. أفضل منها. نعم. يعني هذا كلام عمر بن الخطاب. يعني يصلون التراويح ينسون القيام. ايوه، يروحوا تعبانين ويصلوا. نعم. هذا يروح. فقال نعم البدعة هذه. نعم. والذي ينامون عنها أفضل. نحن دائما نقتطع النصوص، نأخذ النص اللي يمشي مع أهواءنا، أقوالنا ورغباتنا، وإن نحن مؤيدين هذا ونمشي عليه، والباقي ننسى. نعم البدعة هذه. في نقطة ثانية. تفضل. كل تطوع ليس بواجب. كل تطوع ليس بواجب. نعم. التطوع ليس بواجب. نعم. إن شئت عملت وإن شئت لم تعمل، صح ولا لا؟ نعم. هذه واحدة. اثنين، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المفروضة، إلا المكتوبة. نعم. يعني الأفضل للإنسان أن يصلي في بيته كل صلاة إلا المكتوبة بالمسجد، اللي هي الصلاة الفروض الخمسة، اللي هي الفجر والظهر والعصر. الفروض الخمسة. نعم. فإذا لا يمكن
أن نأتي بصلاة ليست مفروضة ونصليها في المسجد ونعمل لها خيام ودنيا، يعني 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 نحن خرجنا عن كل قواعد اتباع السنة بشكل غير طبيعي. اولا ان المسنون هو القيام، نعم، فجعلناه تراويح. تراويح.